تميز الموسم الصيفي لهذا العام بحركة ثقافية ملحوظة، فأقيمت فيه عدد من معارض الكتب والندوات الثقافية، بالإضافة إلى حفلات التوقيع لكبار الكتاب. ومن أبرز تلك المعارض معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، والذي انطلقت دورته الأولى لقراءات وكتب الأطفال في الفترة من 13 وحتى 14 يوليو. وأيضاً معرض الأوبرا للكتاب في دورته الثانية بساحة دار الأوبرا المصرية، والذي أقيم في الفترة من 9 يوليو وحتى 19 يوليو. وكذلك معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته 18، والتي أقيمت في الفترة من 12 إلى 26 يوليو هذا العام. أما عن حفلات التوقيع فكانت أبرزها حفل توقيع رواية تغريبة القافر للروائي العماني زهران القاسمي الفائز بجائزة بوكر العربية لهذا العام، وحفل توقيع رواية استغماية للكاتبة كميليا حسين.